السلام عليكم تلامذتنا سبعة أساسي، نشوف في الفيديو هذه جديدة التعيين في المستوي ونشوف شو معنى التعيين في المستوي وننطلق. يقول نلاحظ الرسم أسفله، هذا هو الرسم دلتا أو دلتا أولي مستقيمان مدرجان، إذن دلتا مستقيم مدرج هذا أسفل وهذا واحد، ودلتا أولي أيضا مستقيم مدرج متعامدان في ويتقاطعان في نقطة O. يسمى هذا التمثيل تعيينا في المستوي، كنت أسميه الشبكة قبل. إذا كل نقطة مش ناخذوها بالأعداد اللي تمثلها، يعني البي مثلا مثلها الواحد، المستقيم هذا ومثلها هذا، هذوما الوحدة مقسمة إلى جزء اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني كل واحدة منهم 0.2، يعني هذه 0.6، يعني العدد واحد على المستقيم الأفقي والعدد 0.6 على المستقيم العمودي يمثل نقطة B. نقول تمثل كل نقطة من النقاط المعينة زوجا لعددين عشريين نسبيين، ما نسبيين شو بيكون، سالب ولا موجب، كما ال B كما ال A كما ال D كما ال E إلى آخره. يقرأ العدد الأول على المحور الأفقي، ديما الأولاني مع تاع اليسار تقرأ على الأفقي، مثلا ب العدد الأولاني اللي مثلها هو واحد ويسمى فاصلة النقطة، هذه توا الواحد هي الفاصلة متاع ب. ويقرأ العدد الثاني على المحور العمودي، قلنا يمثلو زوز، إذا هذا مثلا 0.6 ويسمى الترتيب، خدو في مخكم اسمه الترتيب. مثلا كناخو زوج الأحداثيات، معنتها الفاصلة والترتيب يسموه زوج الأحداثيات متاع النقطة أ، وهكذا تكون الكتابة. لاحظوا لي أ يمثلو ناقص واحد في الفاصلات وفي في الترتيبات، إذا شنو باش نقولو؟ ترتيبة النقطة أ هي الاثنين على العمودي، وفاصلة النقطة أ هي ناقص واحد على الأفقي. هنا نأخذ الرسم الجديد، وهنا شنو نطلب منكم؟ أنكم كما على منوال النقطة أ للأحداثيات نتاعها اسم الفاصلة الأولانية والترتيبة الثانية، وهذا كل الأحداثيات، الأحداثيات نتاعها الزوج ناقص واحد اثنين، نشوف البيت أو. إذا واضح أن الفاصلة متاعها واحد، لكن الترتيبة ذي هي 0.6، والبيت تكون أحداثياتها واحد الزوج واحد 0.6، نشوف السي، هذه السي واضح أن الفاصلة متاعها صفر، والترتيبة متاعها 1.6، يعني الأحداثيات شو باش يكون متاعها سي الزوج صفر 1.6. شو للدي، شوف القراءة كيفاش تكون، هذه الفاصلة وهذه الترتيبة، يعني الفاصلة هذه هي ناقص 1.6 وترتيب هذه ناقص واحد، إذا شو باش يكون أحداثية دي الزوج ناقص 1.6 ناقص واحد، ديما الأولاني هو الفاصلة. شو للـ أ، هذه الـ أ واضح مش مثلها العدد هذا على كفاصلة اللي هو 1.8، العدد هذا كترتيب اللي هو ناقص 1.6، إذا شو باش يكون أحداثيتها أ 1.8 ناقص 1.6. الاف واضح انا ما عنديش ترتيبه، ترتيبه صفر، لكن العدد هذا هو شو باش يكون 1.6، اذا شنو احداثيتها اف هي 1.6 صفر. الان شنو العكس، سوف نعين نحن النقاط، يطلب مني عين النقاط جي احداثيتها 0.2 0.8 وهاش احداثيتها ناقص 2 1، نبداو بالجي. اذا هذه 0.2 و 0.8 نلقاو هنا، إذا هذه النقطة مش تكون هذه واسمها جي. بالنسبة للهاش الفاصلة ناقص 2، نعرفو كيفاش تكون ناقص 2 ناقص 1.8 ناقص 2 تكون هنا، وترتيبها واحد، يعني هنا مش تكون النقطة المطلوبة واسمها هاش. إذا
هذا شو عندك نقوله في الفيديو هذه، نتلاقى في فيديوهات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.